السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفه جديده بهذا الفلون اللي كيجي اكثر من رائع. صدقوني كيجي رائع بزاف بزاف بزاف، واحسن باللي كناخذو على برا. كيبقى صحي لينا ولوليداتنا، كنعرفوا اشنو فيه، وراه كيجي غزال بنين بنين بنين. يمكن لكم تنكهوا النكهه اللي كتبغيو، بالنسبه لي انا هنايا نكهتو بمذاق الفاني، وانتم راه عليكم الاختيار تنكهوا باللي بغيتو. كيجي اكثر من رائع صدقوني، كيجي بنين كيف قلت لكم، احسن من اللي كيتباع على برا. خليكم معايا من اول الفيديو حتى الاخير الفيديو، تبعوا معايا جميع المراحل، ونقول لكم دابا يلا نمشي ونبداو في الطريقه ديال التحضير. ونبداو بسم الله على بركه الله. هنايا في اناء كيف شفتوا معايا ضفت 4 ديال البيضات. بالنسبه ليا انا هاد الفلون غادي نسمو بالفاني. هنايا درت جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، يمكن لكم لا عندكم الروح ديال الفاني يكون احسن، انا غير ما متواجدش عندي داكشي الا درت هذا اللي غبره. بالنسبه للحلاوه غادي نكتفي بجوج ديال المعالق ديال سكر سنيده، يمكن لكم نتوما الحلاوه ديروها على حسب الرغبه ديالكم، حيت كاين اللي كيفضل الحلاوه كثيره. بالنسبه ليا انا ما كنبغيش الحلاوه تكون كثيره بزاف، يعني كتفيت بجوج ديال المعالق ديال سكر سنيده. صافي هنا بالطراب الكهربائي غنخلط هذا الخليط مزيان. يمكن لكم الا ما متوجدش عندكم الطراب الكهربائي، يمكن لكم تخدموا غير بالطراب اليدوي، غير هو تخدموا هذا الخليط مزيان حتى يعني ديك السنيده وسكر الفاني يذوبوا، ما تبقاوش تحسوا بهم في وسط الخليط ديالكم، تخدموهم مزيان. وهنا من بعد ما صافي تخلط لينا هذا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، هنايا عندي نص لتر ديال الحليب اللي حطيته فوق البوطه حتى طاب، يعني فاض، تفيضوا هذا الحليب صافي. مباشره ما تخليوش حتى يبرد، مباشره كتطفيو عليه كتبداو تضيفوه على هذا البيض ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنضيف غير بشويه بشويه، وانا في نفس الوقت كنحرك، ما كنزكيش يديا، كنخوي بشويه بشويه وانا في نفس الوقت كنحرك حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وصافي من بعد هنايا غادي ناخذ هاد الكاسرونه نيت بلا ما نكثروا عندنا كثره الماعن، غسلتها صافي وخديت واحد الصفايه وغادي نصفي هاد الخليط هذا. ملي تبغيو تصفيوه هذيك الصفايه هزوها باش ما تهبطش لكم ديك الكشكوشه، انا اضطريت نعاودو مره اخرى باش ديك الكشكوشه ما كتجيكمش في الفلو ديالكم من الفوق ملي كيبرد، كتفاداوها. هادشي علاش ديك العمليه ديال باش نصفيو هاد الخليط من الاحسن. كيف كتشوفوا معايا هنا راه كاين الكشكوشه مازال باقه، غادي نعاود نصفيه مره اخرى، يعني حتى غادي نبدا نخويه وغتبان ليا كثيره بزاف، وغادي نعاود نصفيه مره اخرى. وهنا كيف شفتوا معايا خديت هاد الزليفات هادو وخويت فيهم هاد الفلو هذا. الا عندكم دوك الزليف الخاصين بالفلو مزيان، لا ما كاينش انايا راه استعملت غير هادو، صراحه كيجي فيهم زوين. صافي بالنسبه هاد الكميه هادي خرجت ليا 6 ديال الزليفات اللي هكا صغيورين، ما كبارينش بزاف وما صغارش بزاف، جايين متوسطين. خرجت ليا 6 ديال الزليفات صافي. هنايا في اخر حاجه شديت هاد الزليفات وغطيتهم، ضروري تغطيوهم بالبلاستيك الغذائي. وخديت هاد المقله هادي كتكون شويه غارقه او طنجره، المهم نتوما خدموا باللي عندكم، ووضعت فيها هاد الزليفات هادو. وهنايا غادي نزيد الماء اللي كيكون طايب طيبته من قبل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي زدت الماء اللي كيكون طايب كيف ما قلت لكم، وصافي من بعد غادي نغطي على هاد الزليفات هادو كيف ما شفتوا. انا غطيت عليها غير بهاد الصينيه هادي، الا عندكم شي طنجره يعني عندها الغطاء ديالها، اولا لا ما كانش كيف ما درت انا، المهم قضينا باللي كاين. وغادي نخليها 15 دقيقه ما غاديش نفوتها ونطفي عليها. هنا من بعد ما دازت 15 دقيقه كيف كتشوفوا معايا غنعري على الفلون كيف ما كتشوفوا، كنهز هاد البلاستيك الغذائي وقلبت هكا بواحد الموس كيف شفتوا. دابا هنا صافي الفلون طاب شاد راسو، صراحه كيجي اكثر من رائع، صراحه يستحق التجربه، احسن من هذاك اللي كيكون هكا كناخذو من على برا. صراحه زوين، عارفين اشنو فيه، مطيبينو في الدار، موجدينو على يدينا، وكيجي احسن واحسن واحسن من اللي كناخذو على برا. صراحه كيجي بنين وصحي لينا ولوليداتنا، كنعرفوا ايش كناكلو. صافي هنايا من بعد ما برد خليتو غير في الكوزينه هكا حتى برد، عاد غطيتو ودخلتو حتى في الطبي في الثلاجه. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، راه كيجي رائع، كيحمق عليه الكبير والصغير.
وتقدروا تنكوه باللي بغيتو، سواء الشكلاط الفريز اللي المذاق اللي تبغيو. وهنا كنكون وصلت معكم النهاية ديال الفيديو، نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة جديدة. خليتكم على خير، السلام عليكم.